خلاص كده. طيب يبقى في جزء تاني اللي هو ده بيبقى في الايه، الكاروتيد كانال. الكاروتيد كانال في عندنا الجزء الثالث ده اللي هو بيبقى في الكافيرنا ساينس، اللي هو بيبقى الموجود في الكافيرنا ساينس. وفي عندنا الجزء الرابع اللي هو بقى السريبرال، اللي هو بيدي انتيرو سريبرال ميديا سريبرال، اللي هو بتاع الايه، السريبرال كورتكس بتاع المخ. خلاص كده. طيب وبالمناسبه هنا في الرسمه ديت هو جايب لك جزئين، الجزء اللي هو بتاع السيرفايكال بارت، كل ده السيرفايكال بارت اللي هو في العنق، وفي الجزء اللي هو بتاع الكاروتيد كانال. ماشي. وبعدين لما بنخش جوه بقى بنشوف الجزئين اللي هم التانيين اللي فاضيين، اللي هو الكافيرنس والسيريبرال. انا بس جايب دي الرسمه ديت عشان ايه، احنا هنا شباب دي عظمه اسمها ايه، البيتراس بون. وبالتالي الجزء التاني، الجزء التاني اللي هو بيبقى فيه الكاروتيد كانال ده بنسميه البيتراس بارت. ماشي. يبقى الجزء ده اسمه سيرفايكال في العنق. طب الجزء اللي هو بيخش فيه الكاروتيد كانال، وبالتالي يا شباب لما يجي هنا يتكلم على الاجزاء طبعا هيقول لك البيتراس بارت. طبعا السيرفايكال بارت كلنا عارفين اللي هو في العنق. ماشي. هيجي يشرح لك مثلا البيتراس بارت، هتقول لك البيتراس بارت ده هو البيتراس بارت اوف ذا انترنال كاروتيد ارتري، ده اللي هو بيبقى ماشي في الكاروتيد كانال. تمام. هنشيله كده. نيجي مثلا للكافيرنس بارت. الكافيرنس بارت يعني من اسمه بقى، يعني الكافيرنس بارت اهو ده اللي هو بيعدي من خلال الكافيرنس ساينس. خلاص كده. اظن كده الايه الفرق يعني اصبح ايه واضح. لما نيجي ناخد بقى البرانشات، تعال نشوف كده مثلا ايه البرانشات اللي موجوده عندنا. ده برانش، شايف السيرفايكل مفيش اي برانشات. ماشي. في منطقه العنق مفيش برانشات. طيب وهو ماشي في منطقه الايه، البيتراس بارت اوف ذا تيمبرال بون، او في منطقه الكاروتيد كانال. بيدي شريان بيروح للتيمبانيك كافيتي، كاروتيكو تيمبانيك. بيدي برانش بيروح للترجويد كانال، ارتري اوف ذا ترجويد كانال. يدي هنا برانش اسمه، طبعا لما بيبدا ان هو بقى يخش في الكافيرنا ساينس، يخش في الكرينيال كافيتي، يبدا بقى يدي برانش اسمه الترايجيمينال. شايف ده كله؟ الترايجيمينال برانش ده بيروح لفين؟ للترايجيمينال جانجليون. خلاص كده. بيدي برانش بيروح هو هنا بيبقى في الكافيرنا ساينس، فبيدي برانش يروح ليه فين؟ في بسم الله، اللي هو الجزء ده اللي هو الكافيرنس ساينس برانش. بيدي برانش برضه اللي هو بيروح للمينينجيس، احنا هنا في الكرينيال كافيتي ففي مينينجيس وفي غشيه سحائيه، فبدي برانش اسمه المينينجيال برانش. بالمناسبه يا شباب مش لازم تبقى عارف يعني كل برانش طالع من انهي بارت، يعني مش لازم ابقى عارف ان دول طالعين في البيتراس بارت وان ده طالع في الكافيرنس بارت، مش لازم. انت كتر خير الدنيا قوي انك عارف اسماء البرانشات. خلاص كده. طيب يبقى ده هو ده كده، وهو في الكافيرنس ساينس، طلع من الكافيرنس ساينس ودخل في الجزء اللي احنا بنسميه السريبرال بارت، هيبدا يدي بقى السريبرال كورتكس، يدينا بقى شريان يسمى بسم الله، اللي هو المفروض بقى هنا هو مش، انا هو مش جايب قوي، بس عامه المفروض ده الانتيرو سريبرال ارتري وده الايه، الميدل سريبرال ارتري. الانتيرو سريبرال ارتري والميدل سريبرال ارتري اللي هم الاند، اللي هم النهايات بتاعه الايه، الشريان اللي هو الانترنال كاروتيد ارتري، بس هو عشان هم الاند مش البرانشز فهو مش جايبهم. يعني في عندك برانش برضه اللي هو اسمه الاوفثالميك ارتري، وده اللي هو بيروح للعين. خلاص كده. في عندنا لو رجعنا ورا كده شويه، ده اسمه البوستيرو كوميونيكيتنج ارتري، وده اللي بيروح ناحيه ورا وبيتصاحب على الفيرتيبرال ارتري. طبعا في زي ما احنا شايفين في برانشات كتير انا بفوتها، يعني يعني مثلا لما نيجي نشوف مثلا حاجه مثلا زي السوبيرو هايبوفيزيال ارتري، ولو جينا بصينا مثلا تحت هنجد حاجه اسمها الانفيرو هايبوفيزيال ارتري. طبعا السوبيرو هايبوفيزيال ارتري ده بيطلع من السريبرال بارت، والانفيرو هايبوفيزيال ارتري ده بيطلع من الكافيرنس بارت. طبعا من اسمهم هايبوفيزيال ارتري، دول بيروحوا للبيتيوتري جلاند. لو انت تفتكر البلاد سبلاي اوف ذا بيتيوتري جلاند، يبقى دول بيروحوا للبيتيوتري جلاند. في حاجات تانية بس بصراحه مش حابب ابدا ان انا اتطرق اليها، يمكن اذا جت فرصه في علم النيورو اناتومي نشرحها، انما ده كلام يعتبر ادفانسد قوي في الهيد والنك. كده كتر خيرنا ان احنا يعني عرفنا الايه، هذه الايه البرانشات. طبعا الرسمه دي عامه او رسمه الانترنال كاروتيد ارتري في جلوري تعتبر افضل رسمه ممكنه لبرانشات الانترنال كاروتيد ارتري. في رسمه زيها في نتر بس ادفانسد قوي ما انصحش بيها. تعتبر خلصت الانترنال كاروتيد ارتري في الكرينيال كافيتي، فالمفروض الرسمه دي هتتحط مع، المفروض ان انا الفيديو دي احطها مع الكرينيال كافيتي، بس طبعا لان انا قلت حاجات كتير في الهيد والنك فهضيفها مع النك، يعني هحطها مع النك فيزلز، احطها مع الانترنال كاروتيد ارتري في منطقه الايه للنك. طيب ونكمل كلامنا يا شباب في الفيديوهات اللي جايه.